الولايات المتحدة حليف رئيسي لفرنسا، تجمعهما علاقات اقتصادية قوية للغاية ومتبادلة المنفعة. التبادل في التجارة والاستثمارات وفرص العمل والابتكار في كلا الجانبين، حيث تبلغ التجارة في السلع والخدمات بين البلدين حوالي 139 مليار دولار أمريكي سنوياً، ويعيش أكثر من 100,000 أمريكي في فرنسا. إعادة انتخاب دونالد ترامب يعتبر منطقة متطرفة من الناخبين، وسيكون متطلباً أكبر في علاقته مع الاتحاد الأوروبي. بطريقة ما سيحاول معاقبته، في حين أن العلاقة التي يمكن أن تولد من انتخاب جو بايدن ستكون أكثر مرونة وأكثر حيادية. شهدت هذه العلاقات اضطرابات في بعض الأحيان، ومنها ما مس الجبهة التجارية بعد أن هدد ترامب بفرض زيادة التعريفة الجمركية على منتجات وسلع فرنسية التي تدخل الولايات المتحدة إلى 100%. وزاد التوتر خاصة بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغبته الملحة في إنشاء جيش أوروبي من أجل خفض الاعتماد على الولايات المتحدة في الدفاع. إذا أتى بايدن إلى الحكم فإن العلاقات تكون أكثر دبلوماسية، ولكن إذا نجح ترامب للبقاء في الحكم فإن ذلك يعني أن العلاقات ستكون صعبة، ولكن سيكون هناك تحالف أمريكي أوروبي ضد الصين. وهذه هي استراتيجية ترامب، أنه يريد أن يلوي يد الصين لكي ينشل أمريكا. بحسب إحصائيات عملها معهد الإحصاءات يوغوف مع فرنسيين، فإن أغلبية الفرنسيين يفضلون جون بايدن كرئيس للولايات المتحدة وينتقدون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 16% اختاروا دونالد ترامب و 84% يفضلون فوز جون بايدن. تختلف الآراء هنا في فرنسا حول تأييد المترشحين على حسب توجهاتهم السياسية ونظرتهم الاجتماعية أو الاقتصادية للأمور، ولكن فرنسا وأوروبا تتماشى مع مصالحها الخاصة. فاطمة بلعيد، الغد، باريس.